انت ما اهلاوي ولا كانش في زملكاوي؟ اهلي والله الموضوع هي ده فيها يعني. بتفكر في ايه؟ قول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا بص اقول لك اصلا حاجه، يعني سيبك هقول بقى لك حاجه كده. عشان الموضوع ده فعلا يعني انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي بقت ليه ليه فيها عادي؟ مشاكل كتير جدا. انا معروف ان انا اتربيت في نادي الزمالك وقعدت 5 سنين في نادي الزمالك، ما كنتش بلعب في الفريق الاول باستمرار بشكل كبير، لكن علاقتي كانت مرتبطه بنادي الزمالك لحد ما روحت النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول الفكره اتغيرت عشان الناس بتاخد الكلام بشكل مختلف شويه، لكن حسيت بتقدير اكتر، حسيت باهتمام اكتر، حسيت باحترافيه اكتر بصراحه. مش عايز الكلام ده اقوله الناس تزعل مني، لان دي الحقيقه، ويا ريت الناس كلها تبقى فاهمه الكلام دوت. مش معنى ان انت بتحب نادي معين يبقى النادي ده حتى لو في حاجات غلط او في مبني على حاجات يعني معظمها مش صح يبقى انت صح. لا يعني ربنا برضو ادانا عقل ان احنا لازم نفكر.